استنى 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 يا صاحبي، بص اوعى يا صاحبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان. شوفوا بقى بعد ما تصلي على النبي كده يا صاحبي، انا النهارده بالصلاه على النبي كده جاي لك بشويه جليتشات من بتاعه التحديث الجديد. يعني بص بقى جواب باين من الفيديو بقى ايه عظمه، وفي نفس الوقت في جليتشات مضحكه يا جدعان. فبصراحه يعني انت تقدرني باللايك، يعني قدرني باللايك بقى والاشتراك وظبط لي الكلام، يعني اعمل لي استشوار وكده فاهم. عايزين نوصل 100,000 يا جدعان، يعني اتمنى الفيديو ده يوصل لناس كتير. بدعمكم يا جدعان، حطوا لايك، ممكن تشير، ممكن يعني اي حاجه من الحاجات الحلوه ده يا جدعان. فانت لو اول مره تشوفني فعل الجرس وصاحبي، عشان احنا بعد التنزيل يعني بقى 6 على طول، يعني لان انا كنت بنزل 7 شايف انها متاخره فاهم. فانا شايف 7 ده في رمضان يعني فاهم، فجهزوا بقى اللايفات والحاجات يعني، عشان انا بطلع بعمل حاجات مفاجاه ليكم فاهم. ويلا بينا يلا بينا. بسم الله المعين يا رب يا معين. اول حاجه اخيرا يعني بعد يعني جليتشات التحديث الجديد، ونبدا اول جليتش يا جدعان اللي هو ايه. بعد ما حضرتك بتنزل المعبد تمام، يعني لو انت عايز تجيب كلات او من النوع اللي بيحب يجيب كلات كتير، هقول لحضرتك تعمل ايه دلوقتي. ممكن واحد بس من السادة المشاركين في التجربة يجي بعد اذن حضرات الناس يعني تمام. انا اشرح لكم ازاي دلوقتي يا جدعان الكلات بتاعتكم تتحسب. تعالى يا فلاشة الكلب، تعالى لا مؤاخذة يا جدعان، تعالى تعالى صاحبي، تعالى تعالى هنا اخويا ما تكسف، تعالى يابا تعالى تعالى شرفني هنا. بصوا يا جدعان، اول حاجة هتعملها تمام ان انت هتنوك واحد اللي هو يبقى طاير في الجو، ولو حد تاني اللي جابه بعد ما تنط تمام مش هتتحسب لك. فانت يعني تبقى مثلا مطاير اتنين كده، وحاول وانت بتنط ايه تدمجهم او تدمجهم شويه قبل ما تنط، بحيث ان هم يموتوا على طول فتتحسب لك. فاحنا هنجرب دلوقتي ونشوف الموضوع ده مظبوط ولا لا. انا دلوقتي هنوكه تمام، واحد كده ايه اتنفخ تمام. دمك قد ايه؟ استنى استنى، دمك قد ايه؟ النص. كمان طلقه انط انط ماشي كده يا جدعان. هو حد يفنشه ان شاء الله تتحسب لي دلوقتي يا جدعان. بسم الله المعين، هو دلوقتي يعني يعتبر فاضل له تكه ويتفنش. بسم الله المعين يا رب. ايه يا ابني ما متش ما متش ما متش يا رب، ان شاء الله تتحسب لنا يا جدعان. بص بص يا رب يا رب، اتفجر بقى صاحبي بقى، ما تتعبناش بقى صاحبي. الله اكبر الله اكبر، بص الحلاوه وبص بص الجمال والحلاوه. كلها اتحسبت يا جدعان، فوالله العظيم جليتشات تستاهل اللايك تستاهل. بص يعني لو انت يعني عايز تاخد كليتين سرقه كده فاهم، تخ 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 وتروح نازل، ولو في ناس صحابك فوق ممكن يساعدوك، يعني لو هم صحابك فنشوهم هتتحسب لك عادي فاهم. فانت فاهمين 100 100 لايك تمام اشتراك. يلا بينا نخش على الجليتشات اللي بعدي. بصوا يا جدعان صلوا على النبي، الجليتشات اللي بعديها فين؟ في المكان هذا، المكان اللي هو رقم 4 الكبير مش رقم 4 الصغير، وركز واصحى معايا تمام. هنروح على هناك وبعد كده اوريكم يعني ايه اللي ممكن تعمله هناك فاهم، وايه وجه الاستفاده من الجليتشات دي. بسم الله المعين، وصلنا المكان بالسلامه. خش يا صاحبي خش كده عليا، خش عليا. بسم الله المعين، خليكم بس صاحيين معايا كده يا جدعان عشان الموضوع كبير، عشان الموضوع كبير. بسم الله الرحمن، شايفين يا جدعان المكان ده تمام؟ المكان ده فيه بالظبط مكانين في الخريطه كلها. اوعى يا ابني تدوسني يا ابني يا ابني، دخلت الحكومه اللي انت عامل. المهم يا جدعان المكان ده فيه مكانين فتمام، فهتلاقي فيه ناس على فكره كتير، يعني هتلاقي فيه ناس كتير. بص بقى يا صاحبي، بعد ما تخش وتاخد اللوت التمام بتاعك، لو حسيت باي خطر مثلا جاي من بعيد، سمعت ضرب ولا حاجه، اخليك تطلع مكان جامد كلش اسطوره. كل اللي عليك يا صاحبي طبعا بعد ما تاخد العجله دي، واوريكم جليتشات كتير هتحصل بالعجل ده. العجل ده طلع مصيبه يا جدعان. المهم لوت 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 فاهم، بعد ما تلوت كده صاحبي بتطلع فوق تطلع فوق تطلع فوق فاهم. يا رب هي تيجي بس معايا من اول مره، لان الموضوع محتاج تركيز. بسم الله الرحمن، شايفين يا جدعان الحافه دي تمام، وبتهيألي من هنا برضو تنفع تمام، يعني بتهيألي من هنا تنفع او ممكن تكون اسهل من هنا، فاحنا هنجرب من الناحيتين تمام. هخليك تطلع يا صاحبي وتقعد هنا، وبالتالي ايه محدش يبقى واخد باله منك. طبعا انت هتبقى عامل برون مش واقف لي وعمال تلعب لي بالكنابل وتشكل لي، خلي بالك من الموضوع عشان ايه الموضوع صعب. بسم الله المعين، نحاول ننط ونعمل كده. الله هو اكبر علينا الله هو اكبر علينا. تعرف تعملها يا كينجو؟ الله هو اكبر كاموسا جيمنج يا اولاد، الله هو اكبر عليك. اوعى تموت طيب، اوعى تموت اوعى تموت. بس المهم يا جدعان ان احنا طلعنا فوق، يعني المكان عالي جدا تمام. هتعمل برون يعني
لا استهبال استهبال ما بحبش اروح مفجر السيرفر كله. انا بقول لك يعني المهم يا جدعان انت موجود اهو تمام، بس هو عشان كان عارف مكاني، لكن العدو طبعا مش هيبقى عارف ان انت موجود هنا او مش هيبقى متوقع تمام. وكمان لو معاك انت بتاع ممكن تقفلها يعني، انت ممكن استنى يا اسطى ده في لوت فوق. ايه ده في لوت فوق هنا؟ لا 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 الموضوع جامد يا جدعان، الموضوع انا شايف بصراحه ان هو جامد ومكان عالي جدا، ممكن تعمل فيه حركات كتير يعني، ممكن تبني شلدايه هنا وشلدايه هنا وشلدايه هنا، انت فاهمني؟ خليها بقى ايه معسكر. خلصان يا جدعان خلصان، بسم الله المعين بسم الله المعين. الراجل لو تعالى تعالى يا صاحبي تعالى. وغير كده يا جدعان المكان هاي يعني، انت ممكن بسهوله صاحبي ايه تظبط الكلام تحت وفوق ويمين وشمال وتضرب الناس بسهوله فاهمني. فبس يا جدعان ده يعني ده كانت جلشتايه بسيطه، ويلا بينا بقى ايه نركب العجله ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. فكل واحد ياخد له عجله كده صاحبي عشان احنا هنحتاج العجله. الجليتش اللي بعديه يا اخويا على السريع كده خش عليا تمام، هو بيقول لك عند النقطه بتاعه الرادار، شايفين الرادار ده يا جدعان؟ انا اخليكم ايه شفتوا بتوع الموالد، انا اخليك تعمل زي بص 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 شوف الحته دي. بص يا صاحبي بعد ما توصل هذا المكان اللعين تمام بتطلع هنا بكل سهوله. طب هي جليتش يا جدعان للناس اللي بتحب اللي ايه المسخره من الاخر يعني، بتنط هنا صاحبي زي كده وبس تديها واحده ماشي في نور. استنى اصلا جربها تاني جربها تاني جربها تاني يا صاحبي، حاول تعملها كده يا اسطى. هو البتاع بتاع بينط غلط ولا في حاجه غلط؟ ايوه ما تتحركش يا اسطى ما تتحركش. ده لازم لازم اللوت جيمنج هو اللي جرب كده. الله الله اكبر يا جدعان الله اكبر، ايه الحلاوه ده دوس. طب والله حلو جدا، الف الماوس يلا بص بص ظبط الكلام ظبط الظبط ظبط الظبط اخويا اخويا المظبوطين. بس بصوا بقى يا جدعان بالصلاه على النبي كده في جليتشا حلوه قوي 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 في سكول تمام. احنا بس هنركن اللامبورجيني بتاعتنا هنا كده بسم الله المعين. اقول لك بصوا يا جدعان ركزوا معايا ركز يا ابني انت وهو يا ابني علمكم الجليتشات دي للزمن. بص يا صاحبي تنصب العجله قدام الباب ويكون مفتوح لبره، حلو الكلام حلو الكلام. بتيجي بقى تروح نطت كده، هي العجله وقعت ليه؟ هي العجله مرهقه شويه ولا حاجه؟ طبعا ايوه طبعا 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 تبقى عامل كده تمام وتروح نطت فوق بالصلاه على النبي يا ابني. بص الله اكبر علي الله اكبر يا ابني الله الله اكبر. تعرف تعمل بقى زي كده تمام؟ طبعا يا جدعان الخدعه دي تمكنك ان انت تطلع البيت بكل سهوله وبكل يسر تمام. في خدعه تانية بقى يا جدعان تخليكوا تعرف اهو واحد اللهم صل على النبي جاموسه جيمنج طلع بس نزل ايه بالغلط يعني. تعالى بقى صاحبي اوريك خدعه تخلينا نطلع تمام، تخلينا نطلع على الباب بكل سهوله ويسر. بس بس كده عشان ما ناخدش جليتش فاهم. تعالى بس تعالى صاحبي تعالى صاحبي بسم الله المعين. بص يا صاحبي بتفتح الباب ده لبره تمام، وصاحبك بيقف هنا تمام. يعني تعالى يا ابني اقف هنا كده ورا الباب ورا الباب الناحيه الثانيه ورا الباب الناحيه الثانيه. وقفت يا صاحبي وقفت تمام. بص بقى صاحبي وايه اللي حصل؟ استنى صاحبي استنى صاحبي خليك واقف صاحبي اقف عدل يا اسطى اقف عدل ايوه خليك واقف في الزاويه ماشي في الزاويه تمام. بص يا صاحبي ايه رايكم يا ابني في الحته ايه رايك يا صاحبي في الحته دي؟ ايه رايك؟ بص لي كده يالا بص لي كده ها معلم ولا مش معلم؟ ها معلم ولا نعيدها لكم تاني يا جدعان نعيدها لكم تاني. نفترض ان في انت دلوقتي وصاحبك مقطعين الدنيا تمام، في ناس في سكول وبتاع والدنيا خربانه ومش عارف ايه ماشي، فانت مش عارف تبش لهم منين إيه. طريقه العجله اول حاجه، الطريقه الثانيه الطريقه اللي احنا عملناها دي، واحد صاحبك بيقف هنا كده بص خش كده بيقف على الزاويه هنا بص بيقف على الزاويه هنا لف بقى صح ايوه ايوه حاول تنط بقى على الشباك بقى خليك بصوا يا جدعان لان هم بس فلاشه يلا نعمل كماشه يلا صاحبي اقف ورا على طول على طول استنى يلا صاحبي يلا يا جدعان بص بقى بص بص الخطه الجايه استنى صاحبي اهي اهي يلا لا اصبر يلا كل ده العدو ويه مكمبر فوق مش واخد مش دريان بحاجه شارب شارب طينه فاهم. انا عم تعمل كده وتطلع على طول يا صاحبي صح، وبعد كده روح دي مد التيم وتروح انت طالع من تحت يا صاحبي وتبقى عارف ان انا في في الحته دي صح كده ها، وتروح داخلين على العدو مدينه بالقول على طول يا صاحبي احنا ما بنهزرش يعني. يلا بينا نخش على الجليشتا اللي بعدها يا جدعان. طيب تعال بس بس الجليشتا اللي بعديها صل على النبي يا جدعان عليه الصلاه والسلام. تعالى يا صاحبي كده واحد يجي بس يكون زميلي واحد يجي بس يكون زميلي
يلا اسطى تعال اسطى اعمل برون هنا اسطى اعمل برون على الطريق هنا كده تمام. بص يا جدعان هنفترض ان انتوا يعني انتوا الاثنين يعني معكوش غير عجله واحده هتعملوا ايه علشان خاطر ماشي هتعملوا ايه علشان خاطر انتوا الاثنين تمشوا مع بعض تمام. يعني اقول لك تعمل كده تمام اعمل برون اقول لك نعم هي هتظبط ان شاء الله. بس يا صاحبي بسم الله المعين بسم الله اركب يا صاحبي اركب يا صاحبي ركز يا صاحبي هو بس عشان موبايل يا جدعان وموبايل بتاعه اللهم صل على النبي يعني فاهم موبايل ارضي فالدنيا خربانه معاه مش بتظبط معاه اي حاجه يعني. استنى واحنا ممكن نجربها على العدو ولا هو صديقي مش هيداس صح؟ اصبر بقى استنى صاحبي ايوه خليك بقى زي ما انت كده بتظبط العجله كده يا صاحبي ايوه الله اكبر يا ابني في ايه يا ابني ما تنام يا ابني والبتاع بيقف لوحده ليه؟ طب خليك نايم كده بس اصبر بقى ارقص بقى ارقص ارقص اعمل اي حاجه ارقص يا ارقص مش راضي النص بالظبط عاش يا صاحبي هو ده ما ايه ظبطت ايه يا جدعان قلت لكم اقفل طب والله جام سو يلا سو سو مالكش دعوه انا ممكن اضرب كمان اقول لك انا ممكن اضرب كمان اوعى يا اسلي دبابه جامد ده ازاي تقلب العجله دبابه يلا صعب نعملها تاني تعال يا اسطى كده يلا صعب بس اظبطها ماشي اظبطها استنى على الشاب الله بسم الله الرحمن الرحيم صل على النبي يا جدعان بص بقى يا جدعان احنا في جليتش بتاع العجله تمام اللي هو اسمه ايه جليتش المعاقين ده بيتعمل الا هو ايه ازاي بتروح جاي مثلا جنب سلم زي كده او مكان تقدر تطلع وتنط وتركب في نفس الوقت انا هشرح لك الموضوع ده زي جليتش العربيه اللي هو بتقعد ايه بجنب كده المهم يا جدعان بسم الله المعين تمام احنا هنجرب ويا رب يظبط معانا يعني يا رب يظبط معانا زي ما الناس قالت لي جرب وتطلع وتركب في نفس الوقت هل بقى هو هيشتغل معايا يعني هل هو هيشتغل معايا هل له ظبطه معينه مثلا يعني مثلا اطلع كده اهو الله هو اكبر عليا الله هو اكبر استنى بقى اوعى تضرب اوعى تضرب انتوا شايفيني ازاي طيب شايفينك بتعمل قفزه الثقه اللهم صل على النبي بص يا جدع هبعتلك صوره ابعتولي صوره كده ايوه الله ايه ده يعني انا باين صح يعني انا باين كده عند كله طب يا جدعان الجليتش ده انجح جليتش ممكن تشوف بص يا صاحبي بص بيبدل ازاي الله اكبر الله اكبر بص بيبدل ازاي جامد جدا جامد اقوى جليتش في العالم والله يا اسطى حلو قوي يعني مش فاهم الدنيا ماشيه فيه ازاي بس هو ايه يعني انتوا شايفيني زي ما انا صح مش انت بس اللي بتشوف نفسك يا صاحبي يعني مش انت بس اللي بتشوف نفسك كده فاهم الناس كلها تبقى شايفاك كده يعني ده جليتش اسمه جليتش العفاريت او جليتش المعاقين يا جدعان اهو بس اصبر بقى صعب كده عشان انا مش شايف قدامي استنى كده ارفع حصان بيرفع حصان بالبتاع او ماي جاد او استنى كده عايز اشوف وشه ده انا الوش اللي انا حاطه مع الجليتش ده يا اخوانا ايوه يا زميلي يلا يا جدعان طب هو بص يعني انتوا يا جدعان بتيجوا عند مكان عالي وتطلع وتعمل في نفس الوقت يعني تطلع وتركب العجله في نفس الوقت انا عايز اشوف كده دماغه تخبط استنى بقول لك ايه يا صاحبي ثانيه واحده بس كده واحنا ممكن نختفي يعني انا ممكن اخش كده واختفي تعالوا كده ناحيتي انت فين تعالوا بس ناحيتي كده نروح يا محمود كده خلينا نروح له ايوه تعالوا بس كده ما حد معاه عجله زي ده هو انا عجله معايا عجله ايه ده يا استاذ ايه ده انت مختفي يا اسف في الشجر انت في النخل بس الجنين بتاعتك الباينه بس اضرب الشجره كده يا اسطى اضرب الشجره شجره مش رجلي يا فالح مش رجلي يا فالح مش رجلي يا فالح اه يا جدعان والله قابلني لو حد بص ده جليتش الكونكر تمام اهو يا اسطى استنى يا غبي استنى بس اهو
استنى بس عايز اخفي رجلي تماما. بس انا كده اختفيت تماما اهو. لا ارجع ورا بس ايوه اضرب بقى يا زميلي كده من النبي لو مين هيشوفك ولا يعرف انت مين. خلصنا يا جدعان اهو دول ناس المفروض ان احنا عاملين روم تمام. بس من منظوري من منظوري منظورهم ببان ان انا كده. بص بقى يا جدعان المفاجاه اهو. استنى 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 يا صاحبي. بص هو يا صاحبي كده بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الله اقسم بالله جيش مسخرة اصلا. تقدر ان انت توصل كونكر بكل سهولة صعب. كل اللي عليك ان انت هتركب العجلة تمام وبعد كده هتزنق نفسك في اقرب شجرة ممكنة اهو. استفيد خالص. فلاش عملك برضو. العب فلاش يا صاحبي. لا هو اصبر كده. لا هو انت كده ليه؟ انا هو هو قاعد كده. خش على يلا يا جدعان تعالى هنا تعالى هنا يا عجل شخص. وبكده يكون نهايتنا نهاية الحلقة خلصت يا جدعان. واتمنى تدوسوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان نعمل لكم جليتشات جامدة يا جدعان. اشوفكم الحلقة الجاية. عايزين نوصل 100,000 يا جدعان. ما تتصلوش معانا بالبتنجان. والسلام عليكم.